بسم الله وكفى سلام على عبادي الذين اصطفى. ربنا هب لنا محبة فيك لا حد لها، واحضرنا بين يديك حتى نأمن الشرور كلها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وارحمنا رحمة واسعة، تقينا من كل المشين، كل الأفعال المشينة أو الأفكار الهدامة. يا رب احفظنا بحفظك ورعنا برعايتك المثلى، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن يوفقنا لكل مساعي، منها الإشارة إلى أن لا دواء يرتقي إلى مستوى القرآن العظيم. نص على ذلك كلام الله، من ضمن كلامه يقول سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء ورحمة للمؤمنين لا لغيرها أبدا. هم يكرهون القرآن لأنهم لا يؤمنون بالرحمن، ولا يريدون أن يرضخوا للديان سبحانه وتعالى. إذا رحمة المؤمنين هذا يلغي فعل الشذاذ الأفاكين من الروحانيين الذين يقولون وانا ناصي بالباطل، لا علاقة لهم بالروح، بل هم خلو من الروح الطيبة الطاهرة التي نفذها الله في أبينا آدم عليه السلام. هم أعداء تلك الروح، وهم بفعلهم يشوشون أفكار الناس فيما يخص الروح، روح بصفة عامة أو روح القدس أو روح الوحي سيدنا جبريل عليه السلام. نأخذ مثال، تلي واحد مش حجاج بالقرآن، لابد أن يكون هو من أهل الله، أولا يكون من أهل الشيطان ولو للحظة، يعني اللحظة دي قد تفسد عملا كثيرا وتفسده هو بالذات. لابد أن يكون محبا لله، لا له يقين بأن الله هو مصدر كل شيء، مصدر الشفاء ومصدر بعض الأمراض ومصدر الربا ومصدر السخط، مصدر الربح ومصدر الخسارة والمجار، مصدر السواء ومصدر الالتواء والأمراض الفتاكة كل صنوفها، أمراض روحية وفكرية وعاطفية واجتماعية أو مالية والعياذ بالله. إذا لابد أن يكون الطرف المعالج ربانيا صافي، لا يعتني أي شك في هذا النظام، ولابد أن الطرف المقابل الذي أراد التخلص من الداء أو أهله دفعوه إلى ذلك وصاحبوه حتى وصل إلى المعالج القرآني الرباني، كونوا على فكر واحد هو أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، الذي تصرف بتصريف الأشياء كلها هو الله، كما أنزل المرض هو قادر أن يرفعه، كما أنزل السجن والقادر أن يفك السجناء من هذا الضلال والظلم عموما عبر التاريخ. إذا طرفان لابد أن يكون صافيين مع الرحمة، ثم الإنسان يتخير الأوقات التي أحس بها الطرفان، الأوقات اللي فيها نفحات إلهية ثابتة لكي يتقبل منه هذا الشأن، هذه المعالجة لا تتقبل في أي وقت،
ثم وقت يصفى فيه القلب الطرفين، فذلك هو المفتاح الحل المرتجع. اذا لابد ان نعرف القران ونعرف الايات التي لها صله بالشفاء ونفقها ونتحقق من اننا فقهناها. وكانوا الصحابه رضي الله عنهم خاصه بيت الرسول عليه الصلاه والتسليم كانوا ياخذوا ايه وايات من هذا القبيل يكتبونها 50% لا لامور ظلاميه وامور سيئه امور منحرفه، لا، لكن عندهم عقيده الكلام الذي كتب هو من عند الله، هو كلامه العزيز وكلامه المطلق. واحنا عندنا في علم النفس خاصه التغذيه الروحيه ولا العقليه ولا الاجتماعيه ولا الماديه الفيزيولوجيه لابد ان يكون فما فكره من نفس الماده، يعني هو سوفت يعني الايات هي تشرب الماء الذي غمست فيه عدد ان كتبت انت والايات مثل شيء واحد، الايات لا تاتي الا بالحق والخير، فانت اصبحت من اهل الحق والخير فلك النجاه في رفع المرض الذي نقص عليك حياتك، هكذا يكون النجاه. اما الناس اللي قاعدين شيعوا انهم يشكرون الرقعه الشرعيه، من اعطاكم بها الرقعه الشرعيه؟ النبي عليه الصلاه والسلام حين يلقي نفسه الزكيه هو اكبر عارف بالرقيه، ماذا تحصل؟ تعلمون عنه الرسول عليه السلام وكيف اتصلتم به وكيف وقرتموه وكيف صدقتموه وكيف عزرتموه وكيف نشرتم محبته بين الناس باخلاق رفيعه، لان ربي يكون فيه عليه الصلاه والسلام انك لعلى خلق عظيم. اين خلقكم؟ يا من تدعون الاسلام وانتم اعداء الاسلام واسوا سفراء الاسلام. الاسلام لا يعترف بمن هو ضال، بمن هو واهم، بمن هو في قلبه مرض، لا يعترف. الاسلام هو سلام، لانه يعني استسلام لله، فلا يكون الا سلام لصاحبه ولغيره. نحن كما قال نبينا عليه الصلاه والسلام الايمان مقدم في نفس كل احد، لكن من اراد ان يستبدلنا فليحفظ نفسه في ايامنا حساب، لان عن الدعاء سلاح لنا. الله هي الدعاء لمن صدق مع الله، وليحنا كل واحد منا ذكر او انثى مستحيل بشر يرد الدعاء. على سخط الرب قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال ولينصرن الله من ينصره، فاستجبنا له. مرة شوف القرآن الاستجابات لا تكون إلا حين تصدر عن قلوب فارغة من النفاق خالية من التكذيب، القلوب مسدودة إلى الله محبة له معتنقة لدينه كما يجب أن يكون الأمر. مجرد كلمة تفوت بيده تصبح مثل الله فقط. النبي عليه الصلاة والسلام حث على الشهادتين، قال بحقهما تكون مسلما ثم ترتقي إلى الإيمان ثم تنتهي إلى الإحسان. هكذا دين الناس بناء وفعل، بناء ووراء. لا يبنى بناء الإسلام إلا بما أراد الرحمن، لا بما تدركه أفكار التأييد المسلمين الملصقين بالإسلام.
لا نقبل نقول فقط نقبل من هو مثلنا أو خير منا يصبح أخا لنا أو أختا لنا. هذا هو الإسلام. إذا كان اضطررنا إلى الجهاد فأنتم السبب من دعيتم الإسلام باطلا أو من عادانا جهارا أو خفية. واليوم الأحزاب التي يحركها الشيطان الرجيم هي مآلها الخسران، لأن على قلبنا النصر يأتي فرحا. وما رميت إن رميت ولكن الله رمى، وما النصر لك عند الله. إذا كان الأوباش يقولوا في الأمم الظلمة وعدوانا ومشينا في مخ المشين النصر يسحق الإسلام على بكرة أبي يقضي عليه، هم واهمون وأشأم الكذابين هؤلاء الطغاة المبيدة صوت بيزون ساتاني بيزون أجريسي بيزون أوغل بيزون دو موبس فوا بيزون دو فيفي منكر. هؤلاء هم عداؤنا، ونحن عنا والحمد لله نواة البعث الإسلامي ابتدأت في هذا العصر إخواننا من القاعدة الذين سبق الله على ما عاد وعليه، ثم جاء بعدهم إخواننا من الدولة الإسلامية التركية. نسأل الله أن يكون من خير المسلمين، لأنه هكذا يكتب لنا النصر ويوحي يضع المؤمن في نصر الله وشفاء النفس والروح هو القرآن، وشفاء الأبدان هو رحمة الرحمن عن طريق العسل الصافي اللي أصبح مغشوشا، لأنهم الذين يدعون الإسلام لا يحترمون قانون إله سبحانه وتعالى أن لا يحترم الإسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من غش الناس. والحديث يقول: لكن رحمكم في بعض آيات أخرى لا صلة بالصلة بالله. يقول ربي سبحانه وتعالى: ويسري سبل قوم المؤمنين بنصر المؤمنين. وهذا هاتف قريب العاجل، ونحن نقول العبد الكرم والشرق الغرب والله يجزيكم بالتمييز لما كنت لان يقودونكم كلاب بالله، ما هوش مأهلين باش يكونوا قوات، ما يكونوش حتى حجاب. اسوء الحجاب ايش ما تكون البلوغ والرؤساء عموما ليسوا منا ولسنا منهم، بل نتبرأ منهم. ونسأل الله ان لا يصلنا ما لوث به من نفاق وعدم شعور بالمسؤولية أمام الله والتغريب لشعوب الشعوب التي هي ترزع تحت الجهل بالدين والثقافة الفاسدة والحضارة الغائبة إلا من الشيطان، فهي حضارة القرارة. نزيد المقدم يقول هو قل هو في القرآن للذين آمنوا هدى وشفاء فعلا نحن نتمتع بهذا الهدى وهذا الشفاء. نسأل الله أن تروا بعض من حقائقنا اليومية حتى تعلموا الإسلام لا كما تصورون. نحن إذا كان بعض الفرق اللي هي غلبت على أمرها وضعفوها بالدرس حتى بشيء يجلوا الناس المصلعة فيه، اليوم إذا كان التزم الإسلام لأنه يروا فيه دخل يروا فيه اللي هو مخلص. لذلك قالوا إخوان المسلمين ولا شباب الإسلام ولا أحباب الله، لكن النية لا تكفي، لابد أن تكون صادقة ويتبعه فعل يبتغى به رضا الله ووجهه الكريم. ونزيد خطوة إلى الأمام، يقول رب سبحانه وتعالى: شفاء لما في الصدور فكفر. وقول سيدنا إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفي. نمر نحن نعتب ماشي جاي علينا، كل كم سنة ضعيفة نسود الإنسان، إذا لابد من أمراض لكن نتخلص منها بطريقة ربانية. أولها القرآن،
عليها الدعاء، نسأل الله السلامة والسلام على من اتبع الهدى.